انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالابتزاز الإلكتروني، والتي تعد عملية تهديد وترهيب للكثير من الفتيات في معظم البلدان، ومنها بلادنا، حيث يقوم مبتزون بنشر صور أو مواد فيلمية للفتاة أو تسريب معلومات عنها. المرأة اليمنية بشكل عام في تعاملها مع وسائل التواصل هي تعاني من عدة مشاكل. المشكلة الأولى هي مشكلة الوعي. المرأة اليمنية لديها وعي ضعيف، بالذات في مراحل المراهقة أو المراحل ما بعد، أحيانا مرحلة النضوج، وتعتبر أي شخص يتكلم معها من خلال أي وسيلة من وسائل التواصل صديق حقيقي أو شخص صادق، وهذه مشكلة كبيرة. وتعتبر المرأة اليمنية في هذه الناحية شخصية عاطفية تستمال بأبسط الطرق. المشكلة الثانية التي تعاني منها المرأة اليمنية هي مشكلة ضعف الرقابة، يعني الفتيات الصغار في الصف الأول الإعدادي، ثاني إعدادي إلى الثالث الثانوي، تعطى لها الهاتف ويفتح لها النت بشكل مفتوح ويسمح لها باستخدام جميع وسائل التواصل. الابتزاز الإلكتروني معناه قيام مجرم بأخذ مجموعة أمور تختص بضحية معينة كصور وكرسائل خاصة. لماذا؟ يهدد المجرم هذه الضحية: إذا لم تعطيني ما أطلب منك سأنشر صورك، وإن كانت امرأة سأنشر صورك أو رسائلك أو أمورك الخاصة التي لا تريدين أن يطلع عليها الآخرون. هنالك من يعتبر هذا مصدرا من مصادر الدخل، ويبتز الآخرين، يبتز رجالا ويبتز نساء. هنالك أناس قلدوا على أنهم نساء وابتزوا رجالا وأخذوا صورهم العارية والفاضحة، ثم أخذوا يبتزونهم سنوات، وآخرون يبتزون نساء. إلا أن الذي يبتز نساء يكون موقفه أشد أكبر، لأن المرأة تخاف على نفسها أكثر من الرجل. وفي ظل الظروف التي تعيشها كثير من الأسر اليمنية، وفي ظل ثورة التكنولوجيا المتسارعة، يتوفر الجو لكثير من الشباب والفتيات لقضاء ساعات طوال على مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة من الأهل على أطفالهم وفتياتهم، ما يجعلهم عرضة للابتزاز الرقمي. كيف تواجه الابتزاز الإلكتروني؟ تجنب الانفعال أو الفزع عشان تتصرفي بهدوء وحكمة. لا تردي على الشخص المبتز أبداً، لا ترسلي له أي مبالغ مالية تحت أي تهديد مباشر حتى لا تصبحي ضحية ابتزاز متكرر. لا تحذفي رسائل التهديد اللي توصلك من المبتز لتكون دليل إدانته. صارحي أهلك باللي يحصل معك أو كلمي شخص موثوق ليكون عونك. أخيراً، بلغ الجهات الأمنية المعنية فوراً. كوني قوية وانهضي واجهي هذا الجبل، ولا تستجيبي لمطالبه لأنه لن يتوقف. بلغ الجهات المعنية، والأهم ليش تبلغي أهلش مهما حصل؟ ليش؟ لأنك مفيش حد بيخاف عليك أكثر من أهلك. إلى كل أب وأم وأخ وأخت وعم وخال، ادعموا بناتكم لأنكم أنتم مصدر الأمان لهم، فلا تحولوش مصدر أمانهم إلى مصدر خوف. واجه المجتمع بلا تردد، فأنت لست عار بل امرأة عربية حرة وقوية. وعلى فكرة، هي مجرد صور أو فيديوهات، لا تقدم ولا تأخر، فلا تعطي المبتز أكبر من حجمه. حبيبتي، لو تعرضتي للابتزاز كلنا معك، صدقيني كلنا مقربين. مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة، يجبر المبتز الضحية على فعل ما يريد وتهديدها بنشر الصور ومقاطع الفيديو التي حتى قد لا يكون للضحية ذنب فيها، وهي ظاهرة انتشرت مؤخرا بشكل كبير. ما أنت تتكلم مع ولي الأمر، أم أو أخت أو أب، يقول أنا بنتي واثق فيها. المسألة ما هي مسألة ثقة، المسألة أنه في ثقافة خارجية اجتاحت المجتمع اليمني، يعني تعمل على فكفكة العادات والتقاليد وفكفكة الحواجز الأخلاقية اللي التزم بها المجتمع اليمني لعقود طويلة، في محدودية التعامل مع الرجل وأساليب التعامل مع الرجل. يعني أصبح في موجة كبيرة من خلال المسلسلات الأجنبية
تخبر الفتاة أنه من الطبيعي جدا أن تتعاملي أو تتحدثي مع أي رجل، وفي الكثير من الذئاب، في الكثير من الخبث، في الكثير من الكذب. يا إخواني الكرام، هذه المسألة مسألة تحتاج إلى نظر من ثلاثة جوانب. الجانب الأول قبل وقوع الابتزاز، كن صاحب حيطة وحذر، إياك أن تتساهل في قضية البرامج، ربما يؤخذ عليك ما يسقطك وما يجعلك في حرج. هذا الأمر الأول. وعند الابتزاز علينا أن نطمئن هذا المسكين الضحية، وألا نجعله يقع في الإحباط، بل نساعده ونتغافل عن خطأه في هذه المرحلة حتى نحل قضية الابتزاز. الأمر الثالث فيما بعد الابتزاز، هنا يمكن أن يعاقب إذا كان قد تساهل، وربما يعاقب نفسه كذلك إذا رأى أنه إنما وقع بسبب غفلته وبسبب طيشه. أتمنى يا إخواني الكرام أن نتنبه لهذه القضايا، وألا ننجر وراء هذه البرامج ووراء الرسائل التي تريد أن تغرينا، ونقع في المحذور ونقع في الابتزاز من أهل الدناءة وأهل الخسة. حملات توعية مكثفة، مسموعة ومرئية ومكتوبة وحتى مرسومة، كلها تستنكر الابتزاز الإلكتروني، وتدعو الأهل والمجتمع والجهات الأمنية بالوقوف إلى جانب الضحية وإنزال العقوبات على المبتزين لردعهم عن الاستمرار في الابتزاز وانتهاك الخصوصيات.